شكرا شكرا دكتور رمسيس مرزوق. ميرسي يا دكتور على الفيلم الجميل. استاذ عمر بيقول لك شكرا على هذا الفيلم الجميل وعلى هذا المجهود العظيم اللي شارك فيه الحقيقه عدد من الفنانين الشباب متبرعين كلهم باجورهم. استغرق اعداده 10 ايام متبرعين بكل اجرهم، مشاركه منهم زي ما هم قالوا في حب مصر ودعمها وفي تاريخ ثوره 30 يونيو. هم دول الشباب اللي عليهم امل مصر اللي بنأمل فيه بإذن الله. ومشروعكم القادم قلت جهزت منه 10% بس مش كده؟ خلاص بلاش نصح عنه دلوقتي، ولكن الجميع هيبقى عنده استعداد للمشاركة. ما فيش حاجة اسمها أجر، احنا أجرنا على الله، احنا بنعمل من أجل هذا الوطن. كلمة أخيرة أستاذ عمر. ألف شكر، وأرجو أن الأمور تتحسن، ومحتاجين شوية حزم، محتاجين الحكم، المحاكم دي احنا بقالنا 3 سنين ما شفناش حكم، لازم الحكومه تكون اقوى من ذلك بكثير. اللي قتلوا الناس دي، ما انا مش شايف واحد خد اي حكم، فلابد ولازم نعيد بقى صياغه الشارع المصري. اللي اي حد بيعمل اللي هو عايزه اي وقت كيفما يشاء، ترجع الشارع تنور تاني. انت محتاجه، مش حد بوفر نور؟ طب ما انا نفس اللي كان بيعمله مرسي بقت اظلم. ليه الهدف ايه من اظلام القاهره؟ لا بس مش اظلم، لا مش اظلم، ما بقاش النور بيتقطع في البيوت، ما بتكلمش على كانت. شوفي حضرتك قوه النور، ده طلع واحد ايام مرسي قال اللمبه مش عارف كانت 2 كيلو بقت ربع كيلو، انتوا حسيتوا؟ طبعا حسيت. امال هو عاملها 2 كيلو ليه؟ عشان توصل لمدى معين. لا، القاهره مظلمه، كئيبه. معلش بس هي ايام كلها كئيبة لغاية ما نخلص منهم إن شاء الله إلى الأبد. وبالتالي الإرهاب في أرض الفيروز لما يتعرض إن شاء الله في الخارج، خلي الناس تعرف فينا، مش بقى هي بتاعتنا إحنا بس، لكن هي باب مفتوح لكل العالم، بيجوا من الدنيا كلها علشان يقعدوا في تسيرة. وإن أرى إن الفن هينورها من جديد، الفن هينورها، والشباب بمجهودهم والشباب الفنانين اللي تبرعوا وغيرهم مستعدين يتبرعوا، مستعدين يشتغلوا، بس ياخدوا امكانيات. هيعملوا حاجه اكيد طبعا، هيعملوا حاجه. وانت اكثرنا شبابا طالما هم مؤمنين. انت اكثرنا شبابا يا راجل والله. الامل في الشباب. لا يا حبيبي، انت مربي اجيال، ربنا يخليك لينا. وبالاضافه انت اول مره في تاريخ مصر يجي لك عدو من الداخل، دي عمرها ما حصل. حقيقي العدو داخلي دلوقتي. العدو داخلي حقيقي. اعتقد ان احنا يعني لا يسعنا بقى في الاخر الا ان احنا نشكرك تاني. شكرا. نشكرك استاذ عمر عبد العزيز، نشكرك الفنان ساحر الضوء فرعون الكاميرا، الفنان الكبير رمسيس مرزوق صاحب هذه الافلام وصاحب التاريخ الطويل اللي بنفخر به في العالم كفنان عالمي، بتنضم لقائمه من رفعوا راس مصر ورفعوا علمها واسمها في كل محفل دولي فن. نشكرك يا دكتور رمسيس. شكرا. وشكرا على تشريفكم. ومش بس سينا، يعني اللواء احمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني اقسم على نفسه انه مش هيسيب سينا الا وطهرها من دنس ارهابكم ومن نجاسه اثر اقدامكم على الارض. لكن ان شاء الله مصر كلها، والشعب المصري وراه، الشعب المصري وراه، الشعب المصري كله وراه. احنا فوضناهم واحنا وراهم، جيش وشرطة ابنا بأيديهم، وأعتقد مفيش حد فينا هيوفر مجهود ولا هيبخل بدمه. والمجد للشهداء، هم دفعوا الحد الأقصى من التضحية، وهو التضحية بروحهم وبدمهم، وإحنا كمان هنديهم الحد الأقصى من التكريم والخلود في تاريخ هذا الوطن وفي تاريخ ثورة 30 يونيو. والأيام جاية وموعدنا 4 نوفمبر، هنحاكمك يا مرسي، هنحاكمك على كل ما قدمته من دعم لهذا الإرهاب الأسود على هذه الأرض الأمنة واللي عاشت طول عمرها أمنة وهتفضل كده غصب عنك وعنه. إلى اللقاء.